الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. كروات والد اللاعب ياسين كروات. بالنسبة للدورة تنظيمية محكمة فريمون، معناها يعطيهم الصحة للمسؤولين والقائمين على الدورة هذه. احضرت في برشا دورات وكل شيء، وهذه تتسمى معناها من أحسن الدورات اللي معناها في التنظيم، وفي حتى معناها ليزاربيتر يعطيهم الصحة. فهمت لجوار زادة توانسة، فما برشا مشاركات تونسية كانت معناها تنافس كبير ما بين توانسة، وهذا يبشر بخير كونه التنس في تونس معناها قاعد يتقدم وقاعد معناها يمشي. فما نهائي كان ينجم يكون تونسي تونسي، نصف نهائي تونسي مع بعضهم، ترشح ياسين كروات للدور النهائي، يوسف بوبكر خسر في النصف النهائي. البنات عنا تو يلعبوا دوبل فهمني توانسة زادة كيف خسروا الأولاد البارح ديمي فينال زادة في الدوبل، كانوا ينجموا يكونوا في النهائي. كما قلت معناها مشاركة تونسية تبشر بخير، وإن شاء الله معناها المستقبل زاهر بقدرة ربي. فيما يخص زادة النتائج معناها تتسمى حسن قريبة من الحسن، ننتظروا خير من هكا معناها إن شاء الله. معناها فهمتني برشا خدمة يلزم فهمتني على مستوى النوادي، تحس معناها الفرق معناها المشاركين الآخرين معناها تحس معناها أكثر عندهم معناها خدمة وقت واليوم ضرور أكثر معناها كذا، خاطر احنا تعرف حكم القراية والدراسة معناها إشكال بالنسبة للاعبين متاعنا، ما ينجموش يوفقوا معناها باش يوصلوا للتوب نيفو إذا كان باش يقعد معناها مربوط ما بين قرايته وما بين معناها الانترامون نتاعهم. إن شاء الله يعملوا جدول زمني باهي فهمتي في الدراسة القدام كذا، باش يخليوا اللاعبين والرياضيين هذوما يشاركوا معناها في مشاركات هذوما الدولية. إمام بن سلامة عضو في لجنة تنظيم هنا الدورة الدولية بالقيروان اللي تنظم في سوسة في أوتيل هنا المرادي. الدورة كانت ناجحة إن شاء الله على جميع المستويات، وهذا بشهادة اللاعبين وبشهادة أولياء اللاعبين التونسيين معناتها لي زيترونجي الأجانب. كانت فما حضور من الأجانب، فما على الأقل فوق 30 لاعب ولاعبة. عندنا هنا لعبة ذولي شفناها اليوم رتبتها الأولى في أوروبا في تحت ال 14 سنة، ترشحت للنهائي إن شاء الله غدوة نشوفوها. ممكن اليوم لعبنا نصف نهائي زادة معناتها ذكور وإناث، إن شاء الله عندنا تونسي مترشح غدوة للنهائي بحول الله ياسين كروات إن شاء الله يفوز بالدورة. عندنا النهائي بنات توانسة زادة يلعبوا كونتر المغاربة، وإن شاء الله نربحوا توهم قاعدين يلعبوا بحول الله إن شاء الله نجموا نربحوا. معناتها على جميع المستويات حسيت الدورة معناتها ناجحة كتنظيم وكنتائج. حمودة بزوار بو اسكندر بزوار، جوار جونيور في تونس. جينا لعبنا اول مره دي تيف تاع قروات، انت واحد لورغانيزاسيون سابا عجبتنا، انت كل شيء هكا ظاهر واضح، انت سينو فما جاو توانسة جاو من برا جاو مغاربه جاو المان، هي اسمعني نقولك خرق العاده اللي قاعد صاير توا في التنس في تونس، حاجه خرق العاده.
فهمت فما بتدخل خلفاء أنس فهمت اللي خلى العباد الكل تبع في التنس فهمت سينو بالنسبة لنا الدورة ناجحة الثلاثة توانسة اللي معاملين عليهم وصلوا لثلاثة للواحد دومي فينال فهمت إن شاء الله غدوة فما بان فينال تونسي كونتر واحد من إيطاليا فهمت إن شاء الله الربح لتونس إن شاء الله الكوب تأخذ بتونس كيما الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.